السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى على رسول الله. دلوقتي هنتكلم عن موضوع نقص عنصر الكالسيوم والبورون في محصول بنجر السكر، وبعض المحاصيل الاخرى برضه هنشير عليكم في الفيديو. جات لي مكالمة من احد المتابعين الكرام بيشتكي ان عنده اعفان في محصول بنجر السكر. فطبعا انا سألته انت رشيت اخر مرة وايه اللي رشيته عشان تعالج الاعفان، عشان اعرف هو استخدم منتجات ايه او عالج بايه. طبعا هو قال لي انا رشيت سيفونات مصايل ورشيت فستير الومنيوم ومفيش اي نتيجة خالص تذكر، ومفيش اي تحسن ولا جديد. قلت له انت استخدمت منتجات ذات ثقة وقيمة؟ قال لي انا استخدمت منتجات وغيرت برضو منتجات ورشيت سيفونات كتير ورشيت فستير الومنيوم، حتى رشيت جيليكونات نحاس برضو مفيش اي جديد. قلت له طيب ممكن تبعت لي صورة البنجر اللي عندك اللي حصل فيه العفن ده؟ فبعت لي الصورة على الواتس. فلما شفت الصورة طبعا لقينا انها اصابة بالنقص عنصر الكالسيوم والبورون، وطبعا في بيحصل لبس كتير بسبب الموضوع ده، والناس بتفكر ان هو اعفان ثمار، هو بيبقى اعراض نقص عنصر الكالسيوم والبورون، وطبعا بيعمل موضوع القلب الاجوف في بنجر السكر والرأس السوداء. فالاتنين دول بيحصل لبس عند المزارعين ويفكر ان هو اعفان ثمار، ويقعد يرش مبيدات فطرية كتير، وفي الاخر ما فيش اي نتيجة تذكر بتحصل ومفيش تحسن، وبيصرف فلوس كتير طبعا. مبيد الفستيل الالومنيوم او التوبسين مبيدات غالية، وطبعا رش كم مرة وطبعا الاصابة بتزيد، لان ده عنصر نقص عنصر. هو مرشش كالسيوم كمان، سألت انت رشيت كالسيوم قبل كده؟ قال لي انا مرشش كالسيوم خالص. فقلت له عليك وعلى الكالسيوم بورون، ويفضل ان انت ترش مرتين بفاصل زمني 5 ايام بين كل مرة والتانية، وتحط معاهم سيتوكاينين واوكسينات لتحسين وسرعة امتصاص الكالسيوم والبورون، ويركز على الكالسيوم والبورون الفترة ديت، هيعمل معاك وقاية وعلاج طبعا لنقص عنصر الكالسيوم اللي عامل عندك الموضوع ده. فقلنا بنحذر الناس، وهنزلكم برضو بعض الصور المنتجات وانا بتكلم، وبرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك يا جماعة الخير. ان شاء الله اللايك ده بيفرق جدا وبيوصل المحتوى والمنشور لمعظم الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.